عندي كبه موجوده عشان هنبدا ان احنا نشغلها للسجق بتاعنا. هو زي الترين بالظبط، يعني هيبقى خليط او معجون كله ببعضه هيخش، ونبدا ان احنا نشتغل منه. هنعمل زي كفتة السمك كده، وبعد كده هنبدأ نحطه في فويل، وهنبدأ نحطه في ستريتش، وهنبدأ نقفله، وهنبدأ نسقطه فين؟ في المية اللي فيها ملح وكمون. طيب أول حاجة بقى عندي إيه بقى؟ عندي سلمون فريش، لو فيه حاجة كويسة جدا وأقولك إزاي تخليه. وبعد كده عندي الجمبري، أدي الجمبري بتاعي لسه جايبه فحطه في مية. وبعد كده عندي سمك فيليه، وعندي لحم الكابوريا اللي هو الكراب ستيك، قطعته مكعبات، يعني المأكولات البحرية بس لحم، تمام؟ بلاش كاليماري، تمام؟ هما دول الحلوين قوي، السلمون مع الجمبري مع السمك الفيليه مع الكرايب ستيك. بعد كده عندي الخلطة اللي هتتحط في الكبة نفسية، عندي توم، عندي بقسماط، عندي أبيض بيض، عندي بابريكا، عندي كمون، وعندي شوية بقدونس مفرومين. طيب، إيه أول حاجة هنبدأ اللي إحنا نشتغل فيها؟ آدي عندي السلمون. هبدا اجيبه اهوت، ونبدا ان احنا نشيل منه السلم بتاعه او الظهر، ونبدا ان احنا نخليه. لو جبت حته مثلا زي ديت هتلاقي الموضوع سهل جدا ان انت تخليه. بتمسكي الجلد من هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو، وتبداي تنزلي بالسكينه اهوت من تحت، والسكينه بتاعتك تكون حاميه. والسلمون اهوت الموضوع سهل جدا، الجلد بتاعه عامه بيبقى تخين شويه وماسك قوي، فما تلاقيش، امسك بالسكينه اهيت، هتلاقي ايه الجلد طلع لوحده، تمام؟ على فكره الجلد ده برده بيتجرنش بيه، بيتكرمل على النار، ويبدا ان احنا نجرنش بيه الطبق لو حابين يعني. بعد كده باخد عندي السلمون، وابدا ان انا اقطعه لمكعبات، تمام؟ نجيب واحده ثانيه عشان نوريها لكم. سمك السلمون دي سمكة عظيمة جدا، في طبعا انواع منها كتير وهنشرحها، وعيننا في المعلومات بتاعتنا برضو واحنا شغالين هننزلها لكم. انا طبعا كان في سل طبعا شلته بملقاط، بيتشال بملقاط عشان برضو تخلي بالك من الموضوع ده. طيب المقادير قدام حضراتكم على الهواء، ادي السلمون خلاص خليناه قطعناه مكعبات. بعد كده عندي الكراب ستيك، وعندي السمك الفيليه بتاعنا، هبدا انزله عندي هنا في الكبة. وبعد كده عندي سمك السلمون، هبدا ان انا اقطعه مكعبات كده، ونبدا نحط في الكبه برده. بعد كده عندي الجمبري، لو جايباه فروزنج زي اللي عندي ده هبدا ان انا اجيبه واحطه في ميه، ونبدا نضيفه للخلطه بتاعتنا. بسم الله. اي جمبري على فكره، ممكن الجمبري البيبي يشتغل معاكي، الجمبري الوسط يشتغل معاكي، اي نوع هيشتغل معاك هيبقى زي الفل. طيب بعد كده عندي الثوم المفروم، ادي حوالي 4 فصوص أو 5 فصوص ثوم مفرومين. بعد كده عندي بقدونس مفروم. بعد كده عندي ابيض بيض، ممكن تستخدمي بيض كامل مفيش مشكله، بس هتزودي شويه بقسماط. ادي واحد من الابيض بيض. بعد كده عندي شويه من الكمون، ايوه. طيب تعالوا واحنا بنضربها كده، ادي الحاجه البابريكا بتاعتنا، وعندي شويه بقسماط عندنا اهم حاجه، وادي شويه الملح نظبطها بالملح بتاعنا، وتمام التمام. ونبدا نضرب كل ده مع بعضه، نفرم بقى. يبقى كل السيفود اللحم اللي عندي ببدا ان انا اقطعه عندي مكعبات، وبجيب عندي الكبه ببدا ان انا احط فيها الكزبره، ابدا احط فيها توم، احط فيها بابريكا، احط فيها ملح، احط فيها كمون، وكل ده مع بعضه اهوت لحد ما تبدا الخليط يبدا يسمغ معايا. طب ايه اللي هيبقى الجيلاتينيه، الماده الجيلاتينيه اللي فيها؟ الابيض بيض مع البقسماط بيعملوا ماده جيلاتينيه للسمك نفسه. تمام زي الفل. بص بقى عامل ازاي، وده المطلوب اثباته. ينفع على فكره كفته سمك خطيره خطيره بجد، ممكن تقطعيها كده تمام،
وتبداي ان انت تحطها في الفريزر وتبطنيها ببيض ولبن وبقسماط وتقليها وتفرجي على جمالها تبقى عامله ازاي. يا استاذة مريم، مدام مرايه، ازاي حضرتك؟ ايوه ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بيك. بقول لحضرتك انا عملت الاكلور بتاع حضرتك. ايه يا فندم؟ والاكلور بتاع حضرتك تمام. عملته تمام بالهنا والشفا. الله يخليك، بس الجلاساج اللي فوق يعني مش هو الشوكولا، الجلاساج انا ما اتاكدتش من مقادير حضرتك المره اللي فاتت. حاضر اقولها لك تاني. تقول لي مقادير الجلاساج. تحت امرك. انت قلت لي الجلاس من عينيا الاثنين. حاضر هقولها لك دلوقتي. دلوقتي عشان عندي عيد ميلاد. من عينيا الاثنين. حالا يعني. حاضر من عينيا يا ست الكل. شكرا لحضرتك. عصير ليمونه تمام عليها. ادي الليمونه برضو هتعمل معايا شغل عالي قوي. نقفل ونشغل. طيب بعد كده عندي ايه بقى؟ عندي الاسترتش رول اهوت. نبدا نجيبه كده واجيب عندي الفويل. بص يا جمل، ادي الاسترتش وادي الفويل. حلو الكلام. بعد كده تعالى نشوف هنعمل ايه. نجيب دي هنا كده بقى ونبدا نعمل الموضوع للسجق. يعني ايه؟ بصي جيبها كده اهو، شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ ده من السلمون. وبعد كده نبدا اللي احنا نقفلها كده. حلو الكلام. وبعد كده نقوم واخدينها بالفويل ونبدا اللي احنا نقفلها كويس قوي. واحنا بنقفلها كده بنضغط عليها، بنعملها على شكل اسطواني عشان كده اسمه السجق. ونبدا نشتغل. عندي في المعلومه، تعالوا ننزل معلومه ونرجع لكم تاني. تعالوا بقى نكمل هنشوف هنعمل ايه. يا رب موضوع المعلومات دي تفيدكم، نجيب معلومات حلوه قوي نحاول نجمعها لكم عشان تكونوا مستفيده من الحلقه من كل حاجه. والتاريخ ان شاء الله لو برضو الايام اللي جايه برضو يعني مش هتبقى معلومه بس عن الاكل، هتبقى عن تاريخ الاكلات برضو. واحنا شغالين ان شاء الله نبدا اللي احنا نقولها عشان تبقي قاعده كده ومبسوطه وتشوفي الحاجات ديت، لان كتير قوي طلبت مننا موضوع التاريخ بتاع الاكله ديت، دي من أني بلد والحاجات ديت. فان شاء الله هنفذ لكم الموضوع ده قريب. بصي تقفلي وتضغطي لجوه. حلو الكلام. نفس الكلام اهو ونضغط تبقى على شكل اسطواني. يا استاذه منار. شكرا شكرا تمام. ابدا اجيب عندي اسكت يا لساني، والله ساكت بالعافية. تعالوا بقى نكمل. اخد القطعة بالمعلقة كده ونحطها هنا ونبدأ ان احنا نلف على شكل. حاولي معلش اتصل بينا تاني يا استاذ منار، احنا اسفين جدا. بص نقفل ونضغط لجوه نفس الكلام اهو، عشان عايز اعمل بصراحه كام واحده. عايزين السردين بقى يا جماعه نبدا نشتغل فيه والهون. ممكن تعملها بالفويل على طول على فكره، مفيش مشكله، لكن في ناس كتير بتخاف من الفويل يبقى على طول ملامس او مباشر للاكل، فعشان كده بحط الاسترتش. وعامه الاسترتش بيدي الحاجه تبقى ملساه اكتر من الفويل، يعني لما تيجي تطلعيها هتلاقيها ناعمه. لو انت عايزه تضيفي زيتون ممكن تضيفي زيتون على فكره، زيتون اخضر مع الخلطه ديت بتبقى جميله جدا. زي ما انت شايفه الخلطه جيلاتينيه، شيء عامله ازاي ماسكه نفسيها هي. وممكن تعملي اللي انا بعمله ده بالظبط بنفس الحوار ده، جربي وشوفي هيبقى عامل ازاي. سويه على حمام ميه، ده بتعمل لوف كبير
سواء على حمام ميه ودخليه الثلاجه يبقى عندك زي اللانشون السمك، بس بنقول عليه ترين سمك. ده جربيه شوف هيبقى عامل ازاي، هتلاقي طعمه خرافي. يا اسراء. الو، ازيك يا اسراء؟ صباح الخير يا شيخ. صباح الفل، ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. منور التلفزيون والله. ربنا يخليك يا اسراء، ده انت اللي منوره باتصالك. ميرسي، شكرا. تسلمي. بقول لحضرتك ايه يا شيخ، من كام يوم كده كنت جبت كيك من بره، بس كنت عايزه اعملها في البيت. كيك؟ هي كيكه بالزبده. انت شارياها من محل ولا هي جاهزه اصلا؟ لا هي جاهزه، كنت جايباها من السوبر ماركت، بس بصراحه جبت طريقتها من على الباكت من بره، بصراحه لقيت هري كتير يعني. ايوه حاضر. من هنا يعني ما كنتش فاهمه يعني، ما عرفتش اجيب مكوناتها بالظبط، بس كنت عايزه اعملها يعني. طب انا عايز افهم برضو، كيكه فانيليا اللي هو القالب زي الانجليش كيك كده؟ هي باوند كيك. باوند كيك، خلاص كده تمام، وصلت. حاضر. بالزبده. طيب هتستنيني بقى اعملها لك حلقه عمليه بجد عشان المقادير اطلعها لك بالظبط. طب تمام، بس يا ريت بقى انت قريب. يعني عشان عايزاه قريب، بس عشان عيد ميلادي. امتى ان شاء الله عيد ميلادك؟ ان شاء الله يعني لسه كده كمان اسبوع يعني. العذراء زي حالاتي. ماشي. كل سنه وانت طيبه. حاضر، شكرا ليك. هبدا اللي انا ايه، اقفل كويس قوي. الناس واخده فكره عن برج العذراء وحشه، مش عارف ليه يا جماعه، مع ان برج محترم جدا جدا ومن اذكى الابراج. العذراء يا باشا، مش الكلام ده. تعالى بقى نشوف، هنقفل برضو اتنين، نقفل اتنين برضو كده ولا حاجه، وبعد كده نبدا ان احنا نشتغل نسقطهم في ميه. طيب ادي الميه السخنه اللي عندي بتغلي، عشان الوقت احط فيها شويه كمون، نحط فيها ملح. وموضوع الجلاس بقى اللي انت حضرتك بتتكلم عليه، ليه الاكلير سهل. الجلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكر باودر، ويا ريت تجيبي سكر ايسنج، هتلاقيه موجود في محل خامات الحلويات. بعد كده عندي عسل كلوكوز، بتحطيه عندك على النار، يبقى عسل كلوكوز بحط حوالي 150 جرام، بضيف عليهم 200 جرام او 250 سوري جرام من السكر البودر، وتقلبيهم على النار كويس. طيب لو لقيتيه ماسك شويه بتديله سنه ميه سخنه بسيطه جدا، وتبدا اللي هي تغلي على النار لحد ما هيبقى عامل زي الفندام، وتقلبيه كويس قوي بايدك او بمعلقه خشب اكنك بتقلبي عجينه شو. بعد كده بتطلعيه وتبداي تقسميه وتبداي تديله اللون اللي انت عايزاه، تجيبي معلقه خشب وتبداي انت تحطي الجلاس على الكلير بتاعك بعد الحشو. يا عمر ازيك؟ الحمد لله. أمرني يا عم عمر. دايما يا حبيبي. ممكن أعرف طريقة الكيكة؟ ماشي، من عينيا الاتنين. حاضر يا عمر. والأخت اللي اتصلت وعايزة الباوند كيك برضه هقول لك على المقادير بتاعتها وإحنا شغالين برضه، لو حابة تعمليها اعمليها وجربيها، هو الموضوع سهل جدا ما فيهوش أي حاجة. تعالوا ناخد آخر واحدة اهيت عشان يبقى الموضوع وصل. لا ريحة الموضوع جامد قوي يا جماعة والله بجد، السلمون مع الجمبري يعني ايتم متكلف بصراحة. مش هيتغل عليكم. اقلب وبعد كده تعالوا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا اللي هي الخاصة بالسردين اهي. لسه طبعا بيتعمل لها صوص، وهتقدم مع بطاطس بريه وخضار سوتيه. فتحت؟ لا تمام. بسم الله، نبدأ نسقط يا باشا هنا بملح، وآدي الكمون، وأسوي. هتقعد قد إيه بالظبط؟ ربع ساعة، ونطلعها ونبدأ نعمل لها الصلصة بتاعتها أو الصوص بتاعها. طيب تعالوا بقى نشوف، عندي آدي السمك اللي إحنا طلعناه. بص يا باشا بقى عامل إزاي؟ اسحب. العب يا سمك. كله تمام اهو، اللي لسه طالع من الفرن. بص الجمال بقى عامل ازاي. نفتح ونبص من جوه عامل ازاي. بص يا جمال الجمال بتاع السي فود هيبقى عامل ازاي. عين عليك. ما تيجي ناخد قبل الفاصل بس نعمل الصوص بسرعه. تعالى بقى نشوف الصوص هنعمله ازاي.
معلقتين الزبده، معلقتين زبده تمام، اسيحهم. هعمل صلصه للسمك اللي هيطلع ده ونبدا نمرمغه في الصلصه ديت مع بطاطس البري والخضار السوتيه. فاول حاجه بعمل زي صوص البشاميل بتاعي، احط الزبده عندي على النار، عندي كريمه، عندي دقيق، عندي عصير ليمون، وعندي بقدونس مفروم. هجيب بس عصيره الليمون عشان الوقت بتاعنا. ادي الزبده، وايه اللي هيعمل؟ بس هنعمل بس حاجه بسيطه كده، ربط مده ربط بس للحاجه ديت. فبحط معلقه دقيق، وعلى النار كده كله يسخن، تخش ببعضيها كمان مع نص معلقه صغيره. عايزين ايه؟ الصوص يبقى مزز، يبقى في طعم مزازه كده مع مع السجق اللي هو بالسيفود مع البطاطس البوري مع الخضار والسوتيه، طبق كامل متكامل تمام. طيب تعالوا بقى، ادي الحاجه اهي، اروح حاطط عليها شويه بابريكا، وبعد كده شويه ملح صغيرين. حاضر يا جمل، شويه ملح، وبعد كده عندي كريم الطهي، وبعد كده عندي عصير ليمون وبقدونس مفروم، هنكمله لكن بعد الفصل. بص الصوص ده، بص الطبق ده شكله عامل ازاي. ادي الصوص اللي احنا عملناه، وادينا فصين اتنين توم مفرومين، وادي الكزبره المفرومه وعصير الليمون. ايه اللي عمل اللون ده يا محمد كده؟ البابريكا. طيب وادي السجق بتاعنا السيفود، بص ماسك نفسه ازاي، تمام اهو، يبرد ده وتاكليه تعمليه في ساندوتش حكايه. ادي شويه الخضار والسوتيه، طبق كامل متكامل ان شاء الله يعجبك جدا. طيب